من أشهر الأكلات الباتشا الموصلية. الباتشا تتكون من عصب، من لحم راس، من مخ، لسان، بمبار قلي، بمبار بلا قلي، أكو ناس رغبة بمبار بقلي، أكو ناس رغبة بلا بمبار. فتح الساعة 2 بالليل للساعة 8-9 الصبح أخلص الحمد لله. فأكو ناس رغبة الصبح وأكو ناس رغبة العصر، يعني هي أكلة شعبية، أكلة شعبية. أنا عمامي وجدادي، أنا ابن أبو عنادة بالباتشا، كلنا تنبن عن جد عن الباتشا شيء. عمالك وتطلع الصبح، تطلع الصبح على شغلة يقول لك أرغب الباتشا، أكل الباتشا لين الشبع، أكل يشبع يعني دسمي. من يأكله يطلع العامل ليفو، لما حل ما راح يرجع يأكل، شبعان هو، يعني أكلي دسمي ومليحة. أحسن ما يأكل يعني شيء خفيف بالعشرة التسعة يجوع، بس أنا من يأكل الباتشا أكل دسمي للساعة 2-3 ما دي جوع، يضل شبعان لأن أكلي دسمي. من نطلع الشغل الصبح نتريق باتشا، مرية تسند للظهر يعني تقاوم العامل من يأكله للظهر تقاوم. خوش حكي احنا نحكي.